وإلى مدينة برداي، حيث شهدت المدينة مؤخرا تطورا ملحوظا في مجال البنية التحتية والتنمية بالمنطقة. حول هذا أعدت الزميلة عائشة أحمد دوغي الورقة التالية. مدينة برداي تأسست قرابة 100 عام وعاشت فترة طويلة تحت تخلف وعدم التنمية، ولكن بعد وصول فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على سدة الحكم، حيث بدأت مدينة برداي مرحلة جديدة لم تشهدها من قبل، إذ نرى أن هناك مشاريع إنمائية جديدة اكتسبتها المدينة في جوانب البنية التحتية وتوجهت نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ذلك أنها تمكنت من الحصول على بناء أكبر مسجد ثم محطة الوقود لبيع المحروقات، إلى جانب خلوة قرآنية كبيرة ومستشفى مركزي وصحري للمياه ومشاريع أخرى كبيرة هامة، ذلك ما صرح به عمدة بلدية برداي. الثانوية كمان من إجازاتنا حكومة من 2014 بنزل لسه ما فتحنا، ده من ضمن التنمية هنا البلد ده، يعني نقول إن في شمال التنمية جانا من البنى التحتية ده بقى يبنحل. ونذكر أنه منذ تسلمه مهام تسيير البلدية فإن العمدة علي سجي حسن قد أنجز الكثير لصالح المنطقة وسكان مدينة برداي، أنه ظل يعمل لكسب المزيد من النجاحات لأجل تطوير هذه المدينة، وعليه فقد ناشد العمدة السلطات على الإزحام والمشاركة لأجل تطوير هذه المدينة، على الرغم من أن هناك إنجازات كبيرة شهدتها المدينة على يد فخامة رئيس الجمهورية، ويتوجب بالضرورة لكل قيادات المنطقة وأصحاب النوايا الحسنة الإقدام والمساهمة بقدر المستطاع لصالح المدينة.